أظن حضرتك تابعت التقرير اللي عملوه زملائي في الإعداد. هو ده جزء من كنز النادي الأهلي، لأن دي طبعا مش كل جماهير النادي الأهلي طبعًا. اللي هي بالملايين أو بعشرات الملايين طبعًا. شوف حضرتك كم قلب ينبض بحب الأهلي، كم حنجرة تغرد باسم الأهلي، كم ساعد من سواعد أبنائنا يرفع علم النادي الأهلي وعلم مصر أيضا. صحيح. لكن خليني أتوقف عند عنوان التقرير، وهو جمهور ده حماه. أحيانا بعض الناس بتتصور أو بتضع هذا التعبير كأنه فتيل في هذا الكنز لينفجر، أنه حماه معناها أنه يتجاوز أو يعني يجتاز أي قواعد. لكن حضرتك هتقول لنا جمهور ده حماه يعني إيه؟ يعني هل هو بره منظومة القيم والأخلاق دي ولا لا؟ لا بالعكس، هو حرك المفاهيم. جمهور ده حماه ده من أجمل الشعارات اللي موجودة اللي بتعبر عن جمهور النادي الأهلي. زي بالظبط الأهلي فوق الجميع، من أجمل الشعارات اللي بتترجم علاقة الأهلي بأبنائه. ايوه، لانه الاهلي فوق جميع ابنائه. لا يعني مصلحه هذا الصرح العظيم بالظبط، يعني التاريخي فوق جميع ابنائه. اي اثنين بيتعاملوا مش فوق الجميع يعني على الاطلاق، لانه طبعا لا احد يستطيع ان يفرض على من لا ينتمون الى الاهلي انهم يغلبوا مصلحه الاهلي على مصلحتهم. فاذا اي اثنين بيتعاملوا مع بعضهم والاهلي بينهم او تالتهم او الى اخره، بيغلبوا مصلحه الاهلي قبل اي شيء. طبعا الناس بتحاول انها توجه هذه الشعارات توجيهات مش في مكانها. من الممكن البعض من الجماهير تعتقد ان الاهلي فوق الجميع ده يعني معناه الاهلي فوق اي يعني فوق، لا هو مش ده الهدف منه. وبالعكس لو احنا بنستخدم هذا الشعار في غير مكانه فهو مضر للنادي الاهلي. صحيح. نفس الكلام بالنسبه لجمهور ده حماه. جمهور ده حماه ده يعني جمهور الاهلي طول عمره هو القوه القاطره اللي بتزق النادي الاهلي وبتحثه على التفوق وبتخليه دايما بيتحافظ عليه. لان الناس بتعمل حساب لجماهيره وتصرفاتها ومبادئها ووضعها وانها موجوده في كل مكان، وانها النهارده بتغلب مصلحه مصر على اي شيء. يعني النادي الاهلي النهارده حرك اللي بيحاول النهارده ان هو يقول ان مثلا المنتمين للاهلي هم بينتموا للاهلي اكتر من مصر، هو مخطئ برضه، لان هو انتمائنا جه للاهلي من مصر. فجمهور ده حماه هو عباره عن تفعيل المبادئ، الخوف على الاهلي، الدعم الدائم للنادي الاهلي، التفاني لصالح الاهلي. فمع عمرك ما حضرتك بتسمع عن رجل اعمال بيدفع فلوس ويطلع يقول انا دفعت للنادي الاهلي؟ عمرك ما بتسمع حضرتك عن اي حد بيعمل اي شيء للنادي الاهلي ويطلع يقول انا عملت للنادي الاهلي؟ صحيح. نفس القصه هي هو جمهور. جمهور ما بيعملش، ما بيمنش على الاهلي، هو بيحميه، بيتواجد معاه، بيدعمه، موجود معاه في كل مكان، مسافر موجود معاه، هنا موجود معاه، دايما بيدعمه علشان يدعمه للتفوق يعني. فهي دي فكره جمهور ده حماه، مش ان احنا النهارده هنروح نعمل حرب او حاجه زي كده. فطبعا ده مفهوم يعني مفهوم مطلوب انه يخرج بره، يعني الناس بتحاول تستخدمه ضد النادي الاهلي، مع انه هو النهارده مفهوم مهم جدا للجمهور تجاه ناديه انه يحافظ عليه. الهدف انه حماه ان هو بيحافظ عليه، بيحافظ على مبادئه، بيحافظ على شخصيته، هي دي حماه حالي.